مرحبا حبايبي، شلونكم؟ يا رب تكونون بخير وعافية. تعالوا نشوف هذا التيبل لامب القديم، راح احوله الى هذا الشكل مثل ما تشوفون. خليكم وياي لتروحون بعيد. تعالوا نشوف شنو اللي نحتاجه حتى نسوي هذا التيبل لامب. نحتاج الى الفوليا، اكو يحتاجون ذهبي، اكو يحتاجون الفضي، يعني راح اغير اسوي ذهبي بما ان ديكوراتي بذهبيات. راح اقصقصهم على شكل مساطر مثل ما تشوفون هنا، عدة مساطر، طبعا هي اكثر من هذه الكمية سويت. بعدين نوخر هذا اللاصق، راح نطبقهم على بعض حتى شوية يكونون قويات. ممكن تستخدمون الاشعة، اشعة الطبية، وتلونوها باللون سبراي اللي انتو تردوه، بس انا هذا افضل، يصير مثل الجاهز. تشوفون صار عندي هاي بعد ما قطعتهم مربعات. وراها ما تشوفون يحتاج لي ثقب حتى اثقبهم، وخلي لهم حلقات وكريستال. اذا ما عندكم كريستال تستخدمون هاي الشغلات الزايده، هسه اقول لكم عليها شنو تخلون بداله. راح نحتاج هاي الثاقبه، واللي ما عنده هاي الثاقبه ممكن بالابره عادي، ابره كبيره. تشوفون ثقبتها من الجهتين حتى اسوي هذا الشكل. خلي نشوفها عن قرب. انا راح اطبق 3-4-5 مربعات واثقبهم حتى يعني على مود السرعة، لان هي كمية كبيرة. طبعا هذه يحتاج لايام واسبوعين، يلا خلصتهم. صار عندي بهالشكل مثل ما تشوفون. هذه عندي، هاي ممكن تشتغلوها بكارتونة او توصون حداد، انا هذا ما احتاجيته عندي بالبيت. هذه كملتهم هنا مثل ما تشوفون، راح اثبتهم على هذا الثاني. ما راح اكمل كل سراوات، راح اسويها سراوين فقط. تمام، مثل ما تشوفون هذه راح اخذها سراوين اكمل الى ان يصير عندي الشكل كامل. والوجبة الثانية راح تاخذ هاي الطوبات اللي يعلقوها على الجار براس السنة، واحتاج هذا اللي نستخدمها للمحاشي، للقرع او للبيتنجان، يعني ابسط شي شفته بالبيت. راح اثقبها هذه الدائرة من النص من الوسط، بعد ما افتحها حتى اكون مسيطرة اكثر. طبعا لازم يحمى كلش، يصير حار كلش، لان هو البلاستيك شوية كلش ثخين مثل ما تشوفون هنا. وحخلي خشبة جوا ايدي واثقبها بهالشكل. هذه ما راح اذبها، ممكن تستخدموها كريستال بدال الكريستال، تثقبوها تستخدموها بدال الكريستال. تمام، هذه هنا تشوفون راح اشتغل على كل الطوبات اللي عندي. عندي احجام صغيرة واحجام وسط واحجام كبيرة مثل ما تشوفون. بعد ما اكملهم كلهم جبتهم، عندي الوان واحتاج هاي الاسفنج للطبطبة والمي. طبعا هو يصير تسوي سبراي ذهبي، لكن انا حبيت استخدم الاكريليك لان حتى اطلع التون اللي انا اريد الذهبي، حتى يرهم ويا الفوليا ويا الورق عندي نفس التون. هاي مزجة الوان الذهبيات كلهم حتى اطلع التون اللي انا اريده. ممكن تسووا اي لون مثل ما تشوفون. المرحلة الثانية أنا راح أخذ شوي لون فضي، هذا الفضي راح أخليها على الطوبات من الوسط من أطبقهم على مود ليبين هذا الفاصل مثل ما تشوفون هنا. راح ألزقه حتى ليصير خلل بالطوبة. هسه راح أجي أخلي لاصق للتيبل لامب، ممكن تلونون ممكن ترسمون عليه، بس أنا ما حبيتها تصير هوسة مثل ما تشوفون. أي أقشار هنا عدلها، خليت فوق وجوة، وهنا صفت الطوبات مثل ما أنا أريد. تردوها صغار، تردوها صغير، وسط، كبير، حسب الموديل. وراح أركب هذا اللي أنا اشتغلته، الأوراق فوقها أخلي هذا، وراح يصير بهالشكل. وإن شاء الله عجبتكم الفكرة وعجبكم الموضوع. وإذا تحبون هيك شغلات سووا لي لايك، وكتبوا لي بالتعليقات اللي تردوا المواضيع ورأيكم شنو. بصراحة استفاد من تعليقاتكم، وإن شاء الله عجبتكم الفكرة. وإن شاء الله إلى لقاء آخر. شكرا لحسن المتابعة، وإلى أفكار ومواضيع جديدة. لا تروحون بعيد، الفيديو ما خلصان. خلي نشوف الأوراق الزايدة عندي اللي بقت من الذهبيات،
إيش سويت بيها بالنهاية؟ لا تروحون بعيد، يلا خلونا نشوف. شوفوا صار بهالشكل. تقدرون القاعدة تلونوها باللون الذهبي، أنا يعني بقيت لون أبيض على مود من أغير، لا بس أزيل الطوبات أوخرهم وأسوي بيها فكرة أخرى. إن شاء الله عجبكم الفيديو، عجبتكم الفكرة والموضوع. إذا تحبون هيجي مواضيع في تجديد أثاث البيت، خلي نشوف الأوراق الزايدة إيش سويت بيها. يلا تعالوا غيرت. تاني سابقا كنت منزلة لكم هاي ثريا الليد اللي اشتغلتها بالفضي، هسه حولتها إلى ذهبي حتى تكون علاقة لونية بين التيبل لامب وهذه. شوفوها لما يشتغل الليد وصارت إلها جمالية كلش حلوة. تحياتي لكم، كانت وياكم ابتهال الخالدي إلى أفكار جديدة ومواضيع جديدة، إن شاء الله تستفادون من عدها. تحياتي، إلى اللقاء.